عملها بوكي صح؟ ايوه. جاب مأذون وجواز كريمة. ايوه عملك ده. مروان هو اللي جاب المأذون، هي كانت محبوسة والمأذون كتب ومشى. وماله؟ زين والله، يعني كريمة بقت ضرتي. رايحة فين؟ طالعة. أبويا لو عرف إنك طلعتي. ما أنا رايحة له هقول له مبروك وأعمل لهم صينية الصباحية بإيدي. يا ريتني ما قلت لها يا مري. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا تستعجلون. فإن الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. صح، اللي عاوز يبدأ حياته من أول وجديد لازم أن يرضي ربه الأول، مش كده؟ أنا طلعك من أوضتك يا جبريل. بنتي فتحت لي، حبيبتي هي اللي فتحت لي. ايه عاد لازمتها حبستي؟ حد يقدر يقول لك تلت التلاته كام؟ انت عبد الحكيم الكبير، تعمل ما بدالك، تحط ده تشيل ده، تكره دي تتجوز دي، انت حر، حدش يقول لك كلمه. عايزه يا جبريل جواز كريمه؟ مش ده كان طلبك ليها من الاول؟ صح صح يا عبد الحكيم، كان طلبي عشان تكسر سنها، لكن انت لا، تجوزتها عشان انت كانت عينك عليها. انا الحمارة خدتش بالي يا عبد الحكيم، خدتش بالي. اطلعي اطلعي على اوضتك يلا. جوزتها، جيبها هنا بيتي، تقعد هي في بيتي وانا ام عيالك تحبسني. تتجوزها وتجيبها تقعد على راسي يا عبد الحكيم. انت اتجننتي. لا لا يا اخويا انا بعقلي. هو انت لسه شفت جنان؟ شفتش بالك يا عبد الحكيم؟ لا انت هتتهنى ولا هي هتتهنى. قول لي حبيبي يا ابو عيال يا اخويا، نفسكش في حاجه؟ ما هو كده عشماوي قبل ما يشنك حد يساله نفسك في ايه. مجنونة موتك وموتي، وكريمة تحطش يدها على ترابة في بيتي. فاهم؟ جننت يا جبري، جننت. ها كريمة تقعد في بيتي؟ لا زي ما حصل مع أخوك الله يرحم، كان عاجز قدرش يعمل حاجة، وانت توحشته. بتروح له. موت موت مجنونة، موت مجنونة. بكرهك بكرهك، حملني حقتلك حدفنك. لا لا أملني حقتلك يا عبد الحكيم، حقتلك. لا لا حقتلك. الحقني يا مروان. ايه؟ الحق أمك هتقتل أبوك. حقتلك يا مروان. يا كنت عايزة تقتلني مجنونة، كنت عايزة تقتلني. حقتلك يا كريم. لا 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 حقتلك يا كريم. لا يا ابا لا يا ابا. مروان ملوث. مروان عملت فيها مجنونة. مولاي يا مجنونة، كنت عايزة تقتلني، كنت عايزة تقتلني. عايزة تقتلي ولدك يا مجنونة. يا شمس اطلب على إسعاف. مروان ولدي. كنت عايزة تقتلني يا عبد الحكيم. أخذت ولدك زنت الرجالة. يا شمس جبرية كل ليل. يا شمس يا فوزية. مروان مروان.
تعال يا مروان، عايز اشوفك يا ولدي. مش طايق اشوفها يا ولدي. يا ابويا ولا كلمة. عايز اشوف ولدي. وهو مش عايز يشوف وشك. بعد من قدام اشوف ولدي. اوعي نزلي ايدك بقى، انه وش عايزه تخش بمروان. ليك حين، ليك حين يا جبريه، بعد ما قتلت عمه وكنت عايزه تقتل ابوه والسكينه جت في صدر ابنك، عايزه تخشي له تقولي له ايه؟ ها؟ هو قال لي خلاص خلاص يا مرات عمي، مش هقول لك يا مرات عمي بعدك دي، هقول لك يا امي، عشان انت ام وحنينة بتضمي مش بتموتي. وخلاص حسن ان شاء الله مراته هتجيب الواد وهينسى الدنيا باللي فيها. وريتال اي كلمه هتقولها لحسن هينفذها يا جبريه، واللي جوه ده مش عايز يشوفك ولا طيب بعد ما كنت هتموتيه وتموتي ابوه. لا دول ولاد انا. لا انت مالكيش ولاد. يلا جبريه اتكلي من هنا. يلا يلا يا جبريه يا عبد الحكيم. يلا يا جبريه من هنا يا عبد الحكيم. يلا مش عايز تحس خالص، مش عايز ولا كلمه، فاهمه؟ عايز اشوف ولدي. انت طالق يا جبريه.